السلام عليكم، اهلا بيكم من مركز جراحات الشخير. ودايما بنقول من نجاح لنجاح بفضل الله. النهارده معانا شيماء. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. من الغربيه؟ ايوه. كام سنه؟ 32 سنه. شيماء الحقيقه زي ما انتم شايفين طبعا هي طالعه بصالي عشان هي محرجه شويه ان هي تتكلم وده من حقها، واحنا بنخلي كل عيانيننا كل واحد براحته، لكن هي طلبت ان هي تقول كان عندها ايه. شيماء انت عندك يعني 31 سنه؟ 32. علي حسك شويه. 32 سنه. وما شاء الله يعني ولا انت مليانه جدا ولا انت نقدر نقول في مشاكل صحيه او واحد حد عنده 32 سنه. فشكوتك كانت ايه لما جيتي لي؟ كانت ريحه نفسها مش كويسه. ريحه نفسها مش كويسه. انت محرجه تقولي ان ريحه بقك مش كويسه؟ قولي. بصي احنا حلينا القصه والموضوع الحمد لله بقى كويس، فانا عايزك تقولي كل حاجه، لان في ناس زيك واصغر منك وبنات صغيره عندهم مشاكل في ريحه البق ومشاكل في النفس ومشاكل في الكلام ده كله بيتحرجوا. صح. تمام. عايزك تتكلمي بكل اريحيه وبكل بساطه، مشكلتك ايه يا شيماء؟ كانت ريحه نفس مش كويسه، وكنت ما بعرفش اتنفس كويس، وصداع، وكانت على طول عندي انتفاخ وغازات طب يعني ممكن نقول حاجه زي كده كانت عامله لك مشاكل ولا كنت ممكن تعديها وخلاص؟ طبعا انا كانت حياتي واقفه. حياتك واقفه يعني؟ أنا انت متجوزه وعندك اطفال؟ ايوه. عندك كام طفل؟ عندي ولد بس. ولد. يعني كانت مأثره على حياتك ازاي؟ كنتش عارفه اعيش. ازاي؟ ما كلمه مش عارفه اعيش دي مطاطه، يعني ايه؟ كنت حاسه ان كل متضايق مني وانا مش عارفه اتعامل مع حد، وكنت على طول عايزه ابقى لوحدي ومش عايزه اشوف حد. انت محرجه تقولي ان جوزك يعني هو اللي كان مثلا الريحه دي عامله له مشاكل؟ هو ما كانش بيقول بصراحه والله، بس انا اللي كنت عارفه. أنا تصدقي الزوج المصري والزوجه المصريه الواحد يحطهم فوق راسه، لان ولا حد بيشتكي بزوجته ولا حد بتشتكي من زوجها وبيفضلوا يتحملوا، لكن لما بنبتدي نفضفض لبعض ونتكلم ونقدر نقول ان ممكن يبقى في حلول، بقى في حلول. ايوه. صح. الحمد لله. كشفنا على شيماء. طبعا مشكله الريحه اللي مش كويسه في البق مشكله كبيره بين الازواج. كان عندك قلت انتفاخ. ايوه. عامل لك مشاكل؟ عندك مشاكل في المعده ووجع وكلام من ده؟ كان عامل لي مغص وحاجات من دي. انت مكسوفه تتكلم؟ انا عارف انت مكسوفه، انا عارف ان هي محرجه ومكسوفه وكل حاجه، بس على طول كان في صداع، كان على طول في صداع، ووشي عظم وشي كله بيوجعني. احنا عملنا العمليه بقالنا قد ايه يا شيماء؟ بقالنا تقريبا 3 اسابيع. ثلاث اسابيع. الحقيقه كشفت على شيماء لقيت عندها مشكله في الحاجز الانفي كبيره قوي، عندها غضروف متضخم في ناحيه، وكان عندها الاهم من ده كله برضو الحقيقه كان عندها اللوز، عليها صديد وعملها مشاكل كبيره جدا جدا جدا. لما قلت لها هنشيل اللوز عشان الريحه اللي مش كويسه والصديد اللي فيها، ممكن تكون ما صدقتنيش شويه. صدقتيني ساعتها بصراحه ولا نص نص؟ يعني. طيب سيبك من كل اللي فات بقى، احنا النهارده بعد 3 اسابيع الحمد لله بكل صراحه. لا الحمد لله. يعني ايه فرق كبير؟ يعني ايه؟ يعني فسري لي بقى كلمه الحمد لله يعني ايه بالنسبه لي. بتنفس كويس ومفيش صعوبة في البلع ولا حاجة، وعلى طول كان ورا ودني بيوجعني ووارم. ودلوقتي؟ لا الحمد لله ومفيش صداع الحمد لله. والانتفاخ عن خبره ايه؟ لا مفيش حاجة بجد الحمد لله والله. دلوقتي. يعني انت جاية انا جاي بصراحة، هي جاية لي ومبسوطة، وخليني اكلمك بصراحة اكلمكم بصراحة، يعني هي مش لاقي حاجة شكوى تشتكي بيها. اخبارك ايه يا شيماء بعد 3 اسابيع؟ يا دكتور والله في حتة بتوجعني هنا. طب يا شيماء زورك اخباره؟ لا كويس. طب يا شيماء ريحة اخبارها كويس. طب النفس اخباره ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. بعد 3 اسابيع لو كانت رجعت بيك الوقت تاني كنت عملت العمليه؟ طبعا هي حياتي كانت واقفه، كنت لازم ان انا اعملها. يعني انت عايزه تقولي ان بعد 3 اسابيع حياتك اتغيرت؟ طبعا. بجد 100%؟ طبعا الحمد لله. مبسوطه؟ الحمد لله. مين تاني مبسوط غيرك؟ كل اللي حواليا. مش هحرجك اكتر من كده، انا مش هحرجك اكتر من كده. كفايه ذوقك، وكفايه يعني الحقيقه الخجل اللي انت فيه. لكن بنحترم جدا العيانين بتوعنا، وبنحترم جدا ان هم مش عايزين يطلعوا بوشهم ولا اي حاجه، ودي حاجه بتبسطني. لكن اللي انا عايز اوصله ان حالات زي شيماء ما تستناش على نفسها، لان في حلول.
في حلول للنفس المكتوم، في حلول للصداع، في حلول لكتمة النفس، في حلول للغازات، في حلول للريحة اللي مش كويسة في الحلق والبلغم. أيوة. ايه تاني تحسن غير الحاجات دي وما كنتيش واخده بالك منه؟ الصداع. الصداع. وجع رجليكي، وجع ركبك، وجع جسمك. كانت على طول ودني بتوجعني. ودانك كانت بتوجعك؟ كانت بتوجعني جامد قوي، ورا كان ورا ودني كان على طول وارد. ودلوقتي؟ لا الحمد لله. كفايه عليكي كده بقى، احنا طولنا عليك. انا متشكر جدا ونورتينا يا شيماء جدا، وسعيد بكل عيان بيجيلي وكل عيان بيتحسن وكل عيان بيرجع بنرجع له حياته زي ما هي قالت، بنرجع له دنيته، بنغير له حياته. وهي عندها 32 سنه، فيعني اعتقد ده يعني ان كان هناك فضل زي ما بنقول فهو من الله. مره ثانيه بنقول ان كان هناك فضل فهو من الله. مره بنقول نورتينا يا شيماء، نورتينا يا شيماء. ربنا يخليك. نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.